كوبين فطر مقطع. بدنا ربع كوب من البصل المقطع، من 3 حبات ثوم مفروم، ربع كوب من زيت الزيتون، ربع كوب من البقدونس المفروم من أشتال، وملعقة من الخردل، وبدنا كمان ربع كوب خل بلسمة، بدنا كوبين خس الزبدة أو الخس المنوع بأنواعه من أشتال، وبدنا شوية ملح وشوية من الفلفل. أول شيء عندي الفطر، فطر طازة، ممكن استخدم كمان الفطر المعلب. أنا هون فطر طازة عندي عامله سوتيه مع شوية من الزيت، جهزته على جنب. الآن بدي أعمل يا صديقتي الدريسينج تبع هالسلطة المرتبة جدا جدا. أو أقول لكم بديش بدي أستعمل المرتبة. المرتبة أوكي؟ أوكي. أول شيء منجيب زيت الزيتون، منجيب خل البلسمي. طبعا ما عندكمش خل بلسمي انسوا الموضوع واستعملوا خل. بصير ما عندكمش خل بالبيت انسوا الخل واستعملوا ليمون. يعني ما عندكمش ليمون بالبيت استعملوا ملح الليمون. اي شيء عندكم استخدموه، اي شيء عندكم بالبيت ما عندكم مشكله في هذا الموضوع نهائيا. ناخذ حبايبنا شويه من هالملح. هاي الملح عندي هون. اذا صار عندنا زيت زيتون، خل بلسمي، نعم، ليمون وملح، وشويه من الفلفل الاسود، من الفلفل، وهي كمان ثوم. ايوه هذا الصوص الصح. وبنخضه حتى كله يصير جاهز. صحني جاهز، شيلوا على جنب ونجيب صحن هالسلطة. لا سلطة أشتال يا شيف. أختي بنجيب الخس. هاي الخس عندي هون، بسم الله ما شاء الله، خس أشتال طبعاً. هاي خس أشتال عندي هون. أشتال إيش يا شيف؟ أشتال شوية بقدونس. إيش لا تحكي لي للهم، ما تشيلوا هم. أشتال اشتري راحت البال. أيوة. يعني ريحي راسك وتناوليهم فعلا. ها اطول للكيس مباشره. رائع يا جماعه، شوفوا الخس محلا، هذا الاختراع خس بشهي العادي. هي السلطه عندي هون صارت اوكي. بجيب المشروم، الفطر بضيفه طبعا الخس عندي، الفطر مطبوخ. في حال عندكم علب صفوه من المي حبايبي، واضيفوا عليه شويه من هالبقدونس وشويه. هاي شوفوا كيف، خلينا هيك نخلطه مع بعضه. اوكي، نجيب شوي من هالبصل الاحمر ونضيف كمان عليه سلطه كثير. بحس بالسلطات البصل الاحمر مقبول اكثر، مش بيعطي منظر حلو المنظر، وهذا البصل بيكون شوي في حلاوه يعني. في هاي شوي شوي حرام يروح، لا حرام بحر. لا وفي هيك في حلاوه. ايوه بنجيب هالخردل، قصدي هال ايوه، خليني بس اشرح الكفوف من ايدي اني مش متمكن من الموضوع طبعا. اوكي، وبنضيف هالدريسنج على هالسلطه الفخمه. يا عيني شوفوا هالدريسنج محلاه، احلى سلطه من اشتال اشتري راحت البال البال.